وبقدر ما يكون فيها من الصلاح والاستقامة، وبقدر ما يكون في القلوب من الهداية والتقوى، بقدر ما يحقق الإنسان من السبق والفوز عند الملك الديان جل في علاه. قال الله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. والتقوى أصلها صلاح القلب واستقامته، إيمانه ويقينه، إحسانه وطيبه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، وأشار إلى صدره صلى الله عليه وعلى آله وسلم.